رجلان بالصين طلعوا بالمصعد الكهربائي، بس ما كانوا لحالهم بالمصعد. دبي مارك اشترت مجموعة دمى من محل بس بخمس باوندات، وكانت صفقة ناجحة بالنسبة إلها، بس كانت تلاحظ أشياء غريبة على دمية معينة واللي راح تشوفوها بالفيديو. كانت هاي الدمية بتلاقيها كل مرة بمكان، ولما تتحرك جهاز الإنذار بيشتغل، وجوز دبي من لما جابوا اللعبة بيلاحظ وجود خدوش عند ركبته مع وجود اللعبة عند السرير. وأثناء اللقاء معهم بالتلفزيون، اللعبة حركت الكرسي الهزاز اللي كانت قاعدة عليه. هاي المرأة مغامرة وبتزور الأماكن المسكونة بالأشباح، وبتقول إنها صارت تشوف أشباح بحديقتها بعد ما زارت مقبرة بنص الليل. واحدة ببريطانيا تعرضت لحادث سيارة وتشوهت من الحادث، ولما طلعت من المستشفى كان في أربطة كتير مغطية راسها، بس أختها لهاي البنت قالت إنه من بعد الحادث ولما رجعت أختها للبيت كانت تتصرف بطريقة غريبة، والكاميرات اللي بالبيت صورت شو كانت تعمل.
وبواحد من الأيام أخذتها على الغابة بالليل، ومن يومها اختفوا التنتين. No.